ولا زلنا نحتاج إلى المزيد، لأن الفتنة الطائفية هي أخطر ما يهدد أمن وسلامة واستقرار هذا البلد. ودائما كان العدو في أي دولة من الدول يدخل من باب الفتنة، فتنة بين السنة والشيعة، الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. ولكن ستبقى مصر بلدا موحدا آمنا مستقرا بوعي وتاريخ وثقافة وعظمة شعب مصر. بعض الناس اعتادوا أن يكون حزب الوفد حزب معارض، وفي ظل ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية طالت الجميع، لم يعد هناك بيتا أو أسرة أو مستوى اجتماعي إلا ويعاني من الأحوال المعيشية. والبعض يتساءل أين الوفد؟ فين الوفد المعارض؟ الوفد لم يكن قبل 52 حزبا معارضا، ولكنه كان حزب الأمة كلها، وكان حزب الوطنية، وكان يتبنى القضايا الوطنية التي تحقق صالح مصر وصالح شعب مصر بعيدا عن أي مكاسب حزبية ضيقة أو أي نوع من أنواع الشر إعلامي لاعتداء شعبية أو جماهيرية زائلة مهددة بالانهيار. ولا أريد أن أتحدث عن دول قريبة، لأن البعض يردد دائما أنتم بتعيرونا بالأمن اللي احنا عايشينه، أنتم بتمنوا علينا بأن مصر ما أصبحتش دولة فاشلة زي غيرها من الدول. الحقيقة محدش يقدر يعير المواطن المصري، ولكن نحن فقط نذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.